اليوم حان القصيد لامس الفكرة من شاعر احمد وادي معانيها اليوم حان القصيد وزانت الفكرة من شاعر احمد وادي في معانيها في وقتها الشعر لو مجاد وش عذره ليه اكتب الشعر وحروفه اسويها وانا عسفته طرب في حضرة المهرة الشيخة اللي تعبت ماني باريها الشامخ الجامح المصومة الحرة اخت المشاعر لها في عرس غاليها اي والله ان الفخر ينادر الدرة حين فرج الله فخركم ان حييها بنت الذي في لزومه ما قصر شبرة على الكرم والعطاء جدي مربيها طيب الامان ما ترجيع وضبكرة انا اشهد ان الكرم والجود كاسيها اختم قصيدي بعد ما زانت الفكرة عسى يدوم الفرح ويعيش راعيها اليوم حان القصيد وزانت الفكرة من شاعر احمد وانت في معانيها في وقتها الشعر لو مجاد وش عذره ليه اكتب الشعر وحروفه اسويها وانا عسفته طرب في حضرة المهرة الشيخة اللي تعبت ماني باريها الشامخ الجامح المصونة الحرة سكت المشاعر لها في عرس غاليها هي والله انك فخر يا نادر الدرة هي فرج الله فخركم ان حييها بنت الذي في لزومه ما قصر شبرة على الكرم والعطاء جزي مربيها طيب الامان ما ترجع وضبكرة انا اشهد ان الكرم والجود كاسي واختم قصيدي بعد ما زانت الفكرة عسى يدوم الفرح ويعيش راعيها اليوم حان القصيد وزانت الفكرة من شاعر احمد وانت في معانيها في وقتها الشعر لو مجاد وش عذره ليه اكتب الشعر وحروفه اسويها وانا عسفته طرب في حضرة المهرة الشيخة اللي تعبت ماني الشامخ الجامح المصونة الحرة سكت المشاعر لها في عرس غاليها هي والله انك فخر يا نادر الدرة هي فرج الله فخركم ان حييها بنت الذي في لزومه ما قصر شبرة على الكرم والعطاء جدي مربيها طيب الامان ما ترجع وضبكرة انا اشهد ان والجود كاسيها واختم قصيدي بعد ما زانت الفكرة عسى يدوم الفرح ويعيش راعيها.